مشاهدينا، ما زالت مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق سباقة في تظاهرات المنادية بإطلاق سراح الناشطين ووقف عمليات الخطف والتهديد، وهي تشهد انتشارا أمنيا كبيرا تحسبا لتظاهرات. ونشر رئيس الوزراء فرق أزمة الطوارئ برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي للسيطرة على الأوضاع بالمدينة. على كل، الجنوب العراقي يغلي على صفيح ساخن هذه الأيام، فليس بعيدا عن الناصرية تجددت النداءات المطالبة بإعلان البصرة إقليما بعدما اعتبر القيمون عليها موازنة 2021 غير منصفة. مشاهدينا، هذا موضوع نقاشنا مع الصحفي أحمد الفراجي، هو معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. أستاذ أحمد، بداية صباح النور. صباح النور وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. نبدأ من وضع الناصرية أستاذ أحمد. طوال هذا الأسبوع شهدنا من يوم لآخر تظاهرات استعاد فيها الناشطون ساحة الحبوب التي أصبحت مركز التظاهرات المنادية بإطلاق الناشطين من خطفوا، من اعتقلوا، وقف التهديدات، وقف أحراق منازل الناشطين بالمدينة. كيف تقيم هذه الحركة الاحتجاجية؟ وهل رهان السلطة على إخمادها مع مرور الأيام فشل يمكن أن نقول؟ يعني بداية تحية لك وتحية لمشاهدي قناة العربي. يعني أمس كانت هنالك تظاهرة كبيرة انطلقت من ساحة الحبوبي وسط إجراءات أمنية مشددة. هذه التظاهرات انطلقت للمطالبة بإطلاق سراح الشاب المختطف سجاد العراقي، وكذلك المطالبة من قبل طبعا المتظاهرين العراقيين بإطلاق سراح جميع من اختطفتهم العصابات المسلحة، والكثير منهم حتى هذه اللحظة لا يعرف مصيره، هل هو قتل أم ما زال مغيبا وعلى قيد الحياة. بالتأكيد الرهان فشل، والتظاهرات في العراق خاصة في جنوب العراق هي زخمها يزداد يوما بعد يوم. الناشطون أو المسؤولون أو المتظاهرون في جنوب العراق وفي بقية المدن العراقية وتحديدا أيضا في بغداد العاصمة، هم يقولون نحن لن نتراجع عن التظاهرات، تظاهراتنا هي مستمرة لحين الكشف عن قتلة المتظاهرين وكذلك إصلاح النظام السياسي الفاسد، وكذلك المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، إضافة إلى توفير الوظائف إلى الشباب العراقيين العاطلين عن العمل. بالتأكيد الشعب لا يمكن أن تخمد ثورته، ولا يستطيع أي رئيس وزراء عراقي أن يقف، وحتى يعني الضربات التي كانت يعني في ظاهرها وفي باطنها موجعة للناشطين العراقيين وللمتظاهرين، إلا أن التظاهرات تزداد وتزداد يوم بعد يوم وهي لن تتوقف. وأيضا هنالك تحضيرات، هذا بحسب ما علمناه من ناشطين في جنوب العراق، هنالك يعني تحضيرات لمظاهرات كبرى قادمة، وهذا يدلل على أن المتظاهرين لن يتوقفوا عن التظاهر في العراق. نعم. نعم. أستاذ أحمد، هل يمكن أن نقول أن الحكومة دخلت بمفاوضات جدية مع المتظاهرين لإيجاد مخرجات لطلباتهم؟ أنه خاصة أنه الرد على مناداتهم هو لدى الحكومة العراقية في معرفة من هم قتلة المتظاهرين، من يخطف هؤلاء المتظاهرين، ولماذا نقوم بحرق منازل نشطاء من هذه المدينة الجنوبية؟ يعني أنا أعتقد كمفاوضات مع حكومة السيد الكاظمي، يعني حسب علمي لا توجد هنالك مفاوضات، لكن السيد الكاظمي طيلة هذه الفترة حاول استدراج بعض قادة هؤلاء المتظاهرين، وهو يعني طيلة هذه الفترة هو يحاول أن يطمئنهم بأنه سيكشف عن الجنات الحقيقيين الذين قاموا بقتل الناشطين،
والمظاهرات يوم أمس يعني كانت هي صرخة بوجه الكاظمي وحكومة السيد الكاظمي. نحن نريد سجاد العراقي. السيد الكاظمي يستخدم مع هؤلاء المتظاهرين أساليب بأننا سيتم الكشف عنهم وسجاد العراقي لا زال موجودا وعلى قيد الحياة، لكن المتظاهرون العراقيون يريدون شيئا ملموسا. هم يوم أمس كانت مظاهرتهم واسعة في جنوب العراق في ذي قار. هم يطالبون ب يعني الكشف أو معرفة، يعني هم يطالبون السيد الكاظمي طيلة الأشهر الماضية بالكشف عن الجنايات الحقيقية. حقيقة ما يقوم به السيد الكاظمي هو مجرد يعني إعلام ليس إلا مع المتظاهرين. يعني تبقى الإشكالية أستاذ أحمد، نعلمه هنالك انبثاق. نعم تبقى الإشكالية أستاذ أحمد، هل هناك إرادة حقيقية في كشف من هو متورط بمقتل متظاهرين ناشطين، خطفهم، اعتقالهم، إخفاءهم وأحراق منازل بهذه المدينة الجنوبية التي عانت الأمرين طوال فترات الحكومات السابقة، أزمة سياسية وأزمة اقتصادية ازدادت وازدادت كثيرا بواقعنا الحالي مع انخفاض قيمة الدينار، فقد أكثر من 24% من قيمته الحالية مقابل الدولار. أستاذ أحمد، هل من عام الإقليمي بما يحدث بمدينة الناصرية على سبيل المثال إيران، والرسالة هي لرئيس الوزراء مصطفى القاسمي؟ يعني بالتأكيد أي توتر الآن مع المتظاهرين العراقيين هو يؤثر على حكومة السيد الكاظمي، ولكن قبل أن أتحدث بشكل تفصيلي عن إيران ودورها في العراق، السيد الكاظمي كان يوعد المتظاهرين وما زال يوعد المتظاهرين بأنه سيكشف عن المخطوفين من المتظاهرين الشباب، وكذلك هو سيقدم من قام بقتل المتظاهرين. أنا قلت ما يقوم به السيد الكاظمي الآن هو مجرد استعراضات إعلامية ليس إلا. بمقابل هذا هنالك مذكرات قبض صدرت حديثا على المتظاهرين في جنوب العراق، وهنالك ملاحقات لمنازلهم، والكثير من الشباب الناشطين حقيقة غادروا، يعني حسب معلوماتنا غادروا مدينة الناصرية والبصرة وكربلاء والنجف وبغداد خشية الملاحقات من قبل الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. إيران، أعود إلى إيران، بالتأكيد إيران لا تريد أن يكون هنالك استقرار على الأرض، وتحديدا لا تريد لحكومة السيد الكاظمي أن تستقر. المتظاهرون في جنوب العراق وفي بغداد وبقية المحافظات يشكلون خطرا داهما وحقيقيا على إيران وعلى الأحزاب الحاكمة في العراق. هم يريدون اليوم قبل غد القضاء على أي ثورة عراقية أو أي متظاهر، وحملات الاعتقال والتصفية متواصلة لهؤلاء الناشطين. لا يمكن تبرئة ساحة إيران. نعم انطلاقا مما قلتموه، هل هذا يخدم أيضا أجندات الفصائل المسلحة والسياسية بطبيعة الحال، الأحزاب السياسية بالعراق على رأسهم الزعيم الصدري مقتدى الصدر؟ هل الأجندة الإيرانية والأجندة العراقية السياسية منها تتلاقى حاليا بما يحدث ببلاد الرافدين؟ يعني بالتأكيد هؤلاء الشباب خرجوا ضد هذه الأحزاب وضد هذه المنظومة السياسية الفاسدة وضد هذه التيارات المرتبطة بإيران. بالتأكيد الفاعل السياسي الشيعي لا يريد لهذه التظاهرات أن تدوم، وهم دائما ما يصرحون بأن هؤلاء الشباب يريدون أن يجروا البلد إلى الاقتتال الشيعي. وأيضا المتظاهرين العراقيين يردون نحن نريد وطن ونريد إصلاح المنظومة السياسية ونريد أن نزيحكم عن المشهد 18 عاما وأنتم متسلطين على رقاب العراقيين، لم تقدموا شيئا للبلاد، فقط قدمتم
الخراب والفساد في الجو والبحر، وبالتالي السياسيون وتحديدا من يعني المكون أي الفاعل الشيعي لا يرغب بهذه التظاهرات وحملة التصفية قبيل الانتخابات. أنا أعتقد ستكون قوية ضد الناشطين وضد المتظاهرين المحتجين العراقيين، وكلما اقتربنا من الانتخابات العراقية أنا أعتقد سيكون هنالك نشاط كبير للمتظاهرين. نعم أستاذ أحمد، دائما بالجنوب العراقي البصرة والأمل بإنشاء الإقليم، هذه الأمال عادت من جديد تتجدد بعدما اعتبر القيمون على المحافظة أنه موازنة 2020 و21 لم تكن منصفة لأبنائهم وأخلت بالوعود السابقة، ما له وما عليه اليوم هذا النداء، وهل يكتسب اليوم أرضية أكثر من أي نداءات سابقة مع أزمة سياسية وأمنية يعانيها العراق؟ يعني حقيقة فكرة الأقاليم في العراق بدأت تتبلور بشكل جيد في أذهان العراقيين. هذه الفكرة كانت مرفوضة قبل سنوات. ليس البصرة جنوب العراق التي تطالب بإقليم فيدرالي يحفظ الحقوق، كذلك محافظة الأنبار وجمهور الأنبار، وكذلك أي المثلث السني أو المحافظات السنية هي الآن تتوق أو تتشوق إلى فكرة الأقاليم باعتبارها فكرة ناجحة. نعم جنوب العراق كذلك يطالبون الآن، وتحديدا محافظة البصرة العراقية يطالبون بإقليم لضمان حقوق المواطنين حتى لا تذهب الميزانيات التي تهدر سنويا إلى جيوب الفاسدين. لكن هل هو السؤال هنا، هل محافظة البصرة الآن مهيئة لإقامة الإقليم، وهل سيسمح الفاسدون وكذلك هل ستسمح إيران بإنشاء الإقليم إن كان في البصرة أو في المحافظات الغربية؟ أنا أعتقد أن الحديث مبكر عن إنشاء الأقاليم في العراق، وإن كانت الفكرة يعني انطبقت على الأرض وستكون فكرة حقيقة عظيمة وناجحة، لكن يبقى أن يطالب. نعم أستاذ أحمد، لأننا لا نريد أن نكرر تجربة أقليم كردستان العراق مرة جديدة. لا عزيزتي، هنالك شيء مغلوط، بل على العكس تجربة إقليم كردستان بعد 2003 هي تعتبر تجربة ناجحة وبامتياز، والمواطن البصري وكذلك المواطن في غرب العراق، المواطن الأنباري عندما يذهب إلى إقليم كردستان ويرى الازدهار ويرى الشوارع نظيفة، وكذلك يرى يعني المواطن يشعر برخاء ويرى الإعمار، هو يعود مباشرة ويسخط على حكومته المحلية ويخرج في تظاهرات وينادي بأعلى صوته بأنه يطالب بإقليم. أنا أعتقد تجربة الأقاليم انطبقت على أرض الواقع بما يخص جنوب العراق وبما يخص يعني غرب العراق. وبالمناسبة هنالك شيء مغلوط على فكرة الأقاليم في العراق بأنها تقسيم، هذا غير صحيح. الإقليم ضمان لحقوق المواطن وكذلك حماية للمواطن وحماية للمدن من الميزانيات التي تهدر سنويا وتذهب إلى جيوب الفاسدين ومن ثم تذهب إلى دول المجاورة للعراق، وأنا أقصد الدول المجاورة للعراق إيران، وهذا لم يعد سرا ولا خافيا. أنا أعتقد تجربة الأقاليم في العراق إن طبقت فإنها ستكون يعني بمثابة طوق النجاة للعراقيين. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الفراجي الصحفي العراقي على هذه المشاركة، كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا.